عبد الرحمن. نعم. يا ريتك تعطي شيء بسيط عن النميمة دقيقة عشان انتقل. عندنا النميمة والغيبة. اي نعم. مرضان منتشران في المجتمع إلى حد ما. النميمة مشاكلها قوية وصعبة لأنها تفسد بين الناس. صحيح. تفسد بين الناس لأن النمام ينقل كلاما من شخص وينقل للشخص الثاني وينقل من هذا لهذا حتى أنه يصل هدفه إلى 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 تفريق بين الناس. صحيح. يفرقهم ولا يحمل قلوبهم بعضهم على بعض حتى لا ينظر بعضهم إلى بعض ويحقد بعضهم على بعض. فيه قصة قالوا في هذا الزمان كان رجل في السوق. إيه. ولا فيها عبد يباع قال له بيشتري قال وش العيب؟ قال ما في العيب واحد بس وش هالعيب؟ قال النميمة. قال هاي النميمة بسيطة. بسيطة عارفه. النميمة بسيطة. بس ما في إلا هذه قال بسيطة. تهاون بأمر الله. المهم راحوا خذ العبد راح به لبيته راح لبيته قعدوا عندهم شهر يوم بعد شهر جاء وقال لحرمته هذا رجل لحيته شوي طويلة. لو توضبينه وزينينها يا عمتي تنزل لي هذا النميمة. قال اجل يخطط. قال بس انه ما يطيع. قال لي لا نام قسمها شوي اوف زي اللي ذا اللي عند حول من تحتاج الى تجميل. جاء راح وخلاها قال في الليل يجي جاء للرجال قال اسمع ترى زوجك تجيب مقص وتطعنك به. أعوذ بالله بالله. المهم الرجال ذا احتاط يوم جاء في الليل نبدا نزين لحيته يوم نمسكها مع مقص اذا صدق العبد. احنا يا اخواني احنا عندنا ذنوب ومعاصي بعد نشوف ذنوبنا.